صباح كله نشاط وامل وطاقه ايجابيه على حضراتكم، وبرحب بيكم يوم جديد من هذا الصباح. نكون معاكم ان شاء الله من دلوقتي وعلى مدار ساعتين، عندنا فقرات متنوعه ولكن هقول لكم على التفاصيل بعد ما اصبح على الشباب. صباح الخير يا شباب. صباح الخير ياسمين. صباح الخير مشاهدينا الكرام. حلقه جديده يوم السبت 15 يونيو 2019 11 شوال 1440 هجريه، على مدى ساعتين مجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه، بالاضافه طبعا الى مجموعه من حواراتنا المتجدده. واحد من حواراتنا النهارده في هذا الصباح هيكون حول اطلاق مصر موقع الكتروني للحصول على تاشيره الدخول الكترونيا، التأشيرة السياحية. هيكون لنا حوار حول هذا التغير او هذا الاطلاق الجديد، هيطلق بعدة او الموقع في المرحلة الاولى اطلق بعدة لغات، هيسمح بالحصول على هذه التأشيرة في المرحلة الاولى لحوالي 46 جنسية منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا واليابان. طيب عندنا فقرة اخرى، الفقرة دي هتكون عن خارطة طريق لمساعدتك على اتخاذ القرار السليم في اختيار الوظيفة. طبعا قرار من اصعب القرارات. كنت عارف ان انت عايز تطلع مذيع؟ كنت حاسس ان انت هتطلع مذيع. طيب بالظبط، بناء على المؤهلات، في ناس عندهم مؤهلات عندهم مهارات، ربما بيروحوا في وظيفه غير اللي هم حابينها او بالزبط. بيتمنوها او ربما بيحصل كتير قوي، وفي ناس بيكون عندهم مؤهلات ولكن غير صالحه ان هم يشتغلوا في الوظيفه اللي هم نفسهم يشتغلوا فيها. بالظبط، انا كنت عارفه ان انا عايزه ابقى مذيع، يعني مؤهلاتي على طول مذيع. طيب هنقول لكم طبعا تفاصيل اكتر عن هذا الحوار. عندنا فقرات ثابته زي فقره الصحافه اللي احنا بنستعرض فيها اهم المنشطات، ايضا فقرتنا الرياضيه والاقتصاديه والكثير من الفقرات، ولكن انتظرونا بعد الفاصل واولى فقرات. صباح الخير، صباح جميل عليكم، ورجعنا لكم مره تانية مع الانكل او السبرين انكل التواء الكاحل. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهم التمارين اللي تخلي اللاعب يرجع يمارس حياته الطبيعيه، وبعد كده ان شاء الله هنوضح في الحلقات الجايه اهم التمارين ممكن نعملها عشان خاطر يرجع يمارس رياضه ان شاء الله بصوره طبيعيه. معانا كابتن محمد ذكري، هنوضح عليه اهم التمارين اللي ممكن نعملها للانكل في الفيس 2 او المرحله الثانيه بالنسبه لعلاج الانكل. وضحنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا بعد ما بنعمل اكسرسايز رينج اوف موشن او تمرين المدى الحركي، وبعد ما بنعمل شويه مقاومات من خلال الاستيك باند، مقاومات الاستيك او من خلال ايدينا، بيتم ان احنا نعمل تمارين بالويت بيرنج او بوزن الجسم. اول تمرين بنعمله للكاف ماسل او للسمانه، من خلال هو بيقف على الفلور ويبتدي ان هو يعمل 11 ورجليه الاثنين 7 ورجليه الاثنين 8 ويعمل كل حاجه فيهم 10 في 3. بعد ما بيتاكد ان التمرين ده بقى كويس بالنسبه للحاله اللي عنده المشكله، يبتدي ان احنا نشتغل معاه على الستيب. عايزين كابتن محمد يطلع. بنقف على حرف الستيب بالطريقه ديت، ويبتدي ان احنا نسند على المعالج او نسند على الحيطه او نمسك في ايدينا وزن، ويبتدي ان احنا نعمل نفس التمرين برده للكاف ماسل او للسمانه، بس ده بصوره اكبر او اصعب شويه، وبرده بنعملها 10 تكرارات في 3 مجاميع. بنراعي في التمرين واحد بنعمله ان احنا بنعمله سلو موشن او ببطء عشان خاطر العضله بتاعتنا يحصل فيها قوه بصوره كافيه. بعد ما بنخلص التمرين دوت، بيتينا احنا نشتغل على تمرين اسمها البالانس او الاتزان عشان خاطر تعمل حاجه اسمها ستابيليتي او ثبات للانكل. الاتزان اول حاجه بنبتدي من خلال الارض ان احنا بنقف على رجل واحده ونعمل بالانس 30 سكند او 30 ثانيه 3 مرات لو سمحت وقف. بنراعي في تمرين البالانس اللي احنا بنعمله ان احنا نتني ركبتنا حاجه بسيطه وظهرنا يبقى مفرود، ونحاول نتاكد ان الانكل بتاعنا ثابت على الارض، ما فيش فيه اتزان او ما فيش فيه اختلال في الحركه بصوره كافيه، ويبتدي نثبت 30 ثانيه. لو 30 ثانيه بالنسبه لي كتير ومش قادر اعملهم، ممكن 10 ثواني بس، ممكن 15 ثانيه بس، يعني الوقت بتاعنا مرتبط بالمقدره بتاعتنا او احتمالنا في التمرين. بعد ما بنعملها 3 مرات وبنحس التمرين بالنسبه لنا بقى سهل، ممكن نصعبه شويه من خلال ان احنا ممكن نزق الحاله اللي عندها المشكله، او من خلال ان احنا نمسكه بوسو بالانس، قصدي سويشن بول، كره طبيه كبيره، ويبتدي احنا نخبط له عليها، او من خلال ان هو يغمض عينيه، يغمض عينيك، هيبقى الموضوع بالنسبه له اصعب والالتزام فيه بقى اصعب. تمام، بعد ما بنعمل تمرين على الفلور نبتدي احنا نزودها من خلال ان هو يعملها على البورد بالانس على قرص الالتزام. اطلع
طبعا هنا بتبقى المرحله اصعب شويه واكبر شويه. بيبتدي احنا في الاول بنبقى من خلال مساعده المعالج ان هو بيقف جنبه وهو بيعمل اتزان عشان خاطر ما يحصلوش الالتواء تاني، لان ده ممكن يخلي الالتواء يحصل تاني. بعد ما اتاكد ان هو بقى عنده نسبه ثبات كافيه ببتدي ان انا ببعد عنه بالتدريج. لو هو لسه ما عندوش الامان وخايف بخليه بس يثبت بايدي، يعني يبقى هو بس ماسك في ايدي واحده واحده لغايه لما اسيبه لوحده خالص ويثبت برده 30 ثانيه ثلاث مرات. وبعد ما اتاكد ان التمرين ده بالنسبه له بقى سهل برده بصعبه له، من خلال مثلا ان انا اديله كره تنس ويبتدي ان هو يخبطها في الحيط، او من خلال ان انا احط قدامه ثلاث اقماع ويبتدي ان هو يلمس برجليه السليمه القمع، او احط استك بين رجليه الاثنين واخليه يقاوم بالاستك لبره او لقدام او لورا وهو واقف على الاتزان. بعد ما بيعمل البورد بالانس ويبقى بالنسبه له الموضوع برده بقى سهل، بيبتدي يشتغل على حاجه اصعب شويه، حاجه اسمها بوسو بالانس. البوسو بالانس هو نص كره هوا، بيبقى الاتزان بتاعها صعب شويه لان انت بتبقى واقف على هوا، فبيبقى الستريس او الضغط الواقع على الاول ليجامنت الاربطه اللي حوالين الانكل كلها كبير، وبتبقى واقع كمان على الليجامنت بتاعه الني جوينت على الركبه والمسلز العضلات اللي حوالين المكان. كل ما كانت في نفس قوه بعض وفيها تساوي في القوه كل ما يبقى ثباته على قرص الاتزان او على البوسو بالانس هيبقى اكتر. برده بيثبت 30 ثانيه ثلاث مرات بنفس الخطوات اللي احنا وضحناها في التمارين اللي فاتت. بعد ما بيعملها وبيتاكد ان هو عملها بصوره كافيه خلاص برده بنصعبها له زي ما وضحنا في التمرين اللي فاتت، وبعد كده نبتدي ندخله في الكوردينيشن او التوافقات ونبتدي نخلينا هو يعمل حاجه اسمها ترات رد فعل او حاجه اسمها جري ترددي، وبعد كده بنخليه ان هو ينزل يلمس كوره لو هو بيلعب كوره ويرجع تاني الملعب ان شاء الله على خير. طبعا ما ننساش الجنبات، وهنحاول ان شاء الله نوضح في الحلقات الجايه برضو بعض النقاط المهمه للانكل وعلاقتها ايه بالجسم ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم. اهلا بكم جديد مشاهدينا، خلونا نبتدي نتعرف على حاله الطقس مع بدايه اليوم المتوقع النهارده وخلال الايام القليله المقبله. معانا دلوقتي دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. دكتور صباح الخير عليكي. صباح الخير استاذه ياسمين، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. دكتور يعني الجو لطيف وظريف ويا رب يعني ان هو يستمر كده الفتره اللي فاتت، هل ده فعلا هيستمر ولا للاسف هيبقى في موجه حاره كده ولا كده دكتور؟ لا هو الحمد لله احنا فعلا مستمرين حول المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام بالنسبه لدرجات الحراره. الجو بيكون لطيف على السواحل الشماليه ومائل للحراره على الوجه البحري والقاهره وحار على جنوب البلاد. ده طبعا بيكون اثناء النهار، اثناء الليل الجو لطيف على كافه الانحاء، هو بس يعني في ارتفاع شويه في نسبه الرطوبه، هي بتصل للعظمى ل 80%، ده بيكون اثناء الليل والصباح الباكر، لكن بتبدا تنخفض تدريجيا مع سطوع اشعه الشمس اثناء النهار وبتصل ما بين 30% او 40% اثناء النهار. ارتفاع نطور الرطوبه هو اللي بيحسسنا شويه ان الحراره مرتفعه الى حد ما، لكن درجات الحراره ما زالت حول المعدل الطبيعي لها لهذا الوقت من العام. ايضا الرياح معتدله على معظم الانحاء، ما فيش اي مشاكل في حاله الطقس، في شبوره مائيه موجوده في الصباح الباكر وخصوصا على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه. طيب بالنسبه للمدن الساحليه بقى وخصوصا بعض الاسر خلاص ابتدت الاجازه وابتدت تروح للاماكن الشاطئيه، اخبار الجو في المدن دي ايه؟ هو طبعا المدن الساحليه من افضل الاماكن لقضاء الاجازات، درجات الحراره معتدله جدا، هي بتتراوح من 28 ل 29 درجه، لكن طبعا نسبه الرطوبه بتكون مرتفعه بتصل ل 90% اثناء الليل والصباح الباكر، اثناء النهار بتصل ل 65%، فطبعا دي طبيعه المدن الساحليه الحراره بتكون معتدله لكن الرطوبه بتكون طبعا مرتفعه. طيب يعني دكتور بالنسبه برضو لحركه الملاحه حركه البحرين لكل المهتم بالموضوع ده. هو الملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر المتوسط، مهيئين تماما لكافة عمليات اصطياد الملاحة ومفيش أي مشاكل إن شاء الله. درجات الحرارة سريعا لبعض المدن النهاردة المتوقعة. القاهرة 35 درجة، شبين يكون وطنطا 34، الساحل الشمالية اسكندرية مطروح من 28 ل 29، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 36 ل 37، جنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 38 ل 39، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة 36 درجة. دكتور إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية بنشكرك شكرا جزيلا.
تعالوا نبدأ مع بعض فقرة الأخبار المتنوعة. بدايتنا هتكون مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللي شاركت في حفل تكريم دكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وأيضا خبير الأنفاق العالمي ورئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وده طبعا تقديرا لإنجازاته اللي شهدتها ألمانيا. السفيرة نبيلة مكرم قالت أنها تشارك في الاحتفالية ليس فقط كممثلة عن الحكومة المصرية، ولكنها تمثل كافة أطياف الشعب المصري، فكل مصري فخور بابن بلدي الذي يتقلد أرفع الأوسمة في ألمانيا. السفيرة أكدت أيضا أن مصر فخورة بحصول الدكتور هاني عازر على هذا الوسام، فهو مصري استطاع تحقيق الكثير لصالح الدولة المضيفة، ولكن قلبه مازال مصريا ويحمل لوطني الأم الكثير من الولاء والانتماء، بل ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم. طبعا الكل منتظر بطولة الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها مصر، الكل عايز مرة أخرى يستعيد 2006 وروح بتاعة الماتشات والاستاد، كانت بطولة روح مختلفة أكيد. أكيد. من هنا أعلنت شركة تذكرتي أنه قد تم وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع وتذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المباراة بوقت كافي. وقالت برضو شركة تذكرتي إن هذا الإجراء سوف يسري على التذاكر اللي تم شرائها حتى يوم 14 من شهر يونيو الحالي، مؤكدة على استمرار كافة خدمات الحجز من على موقعها، وأيضا بتتم طباعة التذاكر وبطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك والمعلن عنها طوال أيام البطولة وحتى المباراة النهائية. قالت شركة أنها تتمنى لكل المشجعين الاستمتاع بالمباريات وأيضا التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني للحصول على لقب البطولة إن شاء الله يا رب. بيان بخصوص هوائيات استقبال البث الأرضي الرقمي. يتوفر لدى الموزعين المعتمدين بجمهورية مصر العربية هوائيات استقبال البث الأرضي الرقمي. سعر الهوائي الداخلي 399 جنيه. المميزات الفنية لهوائيات استقبال البث الأرضي الرقمي: صناعة أوروبية هولندية، قوة استقبال لإشارة البث تصل إلى 27 دي بي، سهولة في التركيب بلاج اند بلاي، مقاومة لعوامل التشويش على الإرسال، إمكانية الاستقبال من 40 إلى 60 كيلومتر من محطة الإرسال بجودة عالية، ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام، مجهز ب 3.5 أمتار سلك مجانا للهوائي الداخلي، مقاومة للعوامل الجوية المختلفة ووتر بروف. كما يتوفر هوائي خارجي لاستقبال البث الأرضي الرقمي للمسافات أكثر من 60 كيلومتر وحتى 80 كيلومتر بسعر 699 جنيه. وما ورد في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عاري تماما من الصحة ولا يجب الالتفات إليها، وملتزمون بالأسعار الواردة بالإعلان. بمناسبة مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس، بتحتفل النهاردة وزارة الثقافة من خلال صالون ذاكرة الوطن بمركز طلعت حرب الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بهذه المناسبة. الصالون ده بيستعرض طبعا التضحيات اللي قام بها العمال أثناء أعمال الحفر اللي استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 1859 لحد 1869، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من 1,000,000 عامل مصري. كما يستعرض الصالون أهم المشروعات المقامة بقناة السويس ومراحل التطوير للمناطق المحيطة بالقناة، كذلك أيضا البطولات اللي خاضها أبطال الجيش المصري والمقاومة الشعبية في مواجهة العدوان الثلاثي عام 56 بعد قرار الرئيس عبد الناصر تأميم قناة السويس، مرورا أيضا بفترة إغلاق القناة لأكثر من 8 سنوات بعد العدوان الإسرائيلي عام 67، حتى قام رئيس السادات بإعادة افتتاحها في يونيو 75 بعد انتصار أكتوبر 73. وزارة الشباب والرياضة نظمت مهرجان للدراجات ابتدى من محور رود الفرج وصولا إلى استاد القاهرة الدولي. يتم تنفيذ هذا المهرجان في إطار إنجازات الحكومة بإنشاء محور رود الفرج وبقرب افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية طبعا اللي هتستضيفها مصر. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
محور رودلفرج كان ولا يزال أحد محاور التنمية، والآن أصبح نقطة انطلاق لتنمية المهارات الرياضية من خلال استضافته لمهرجان رياضتي دركتي، والذي يود فيه المشاركون إيصال عددا من الرسائل من بينها تنشيط السياحة. مهرجان رياضتي دركتي انطلق من هنا وبرعاية من وزارة الشباب والرياضة، وهؤلاء لبوا النداء من هنا من هذا المحور العالمي وبمسافة 10 كيلومترات حتى الوصول إلى استاد القاهرة. النهاردة احنا في انجاز مهم جدا بتقدمه الدولة المصرية في كافة المجالات، سواء من الناحية الانشائية الطرق. هنقول احنا كوزارة الشباب والرياضة بنقدم رسالة مهمة جدا، هذه الرسالة بتحمل بناء الانسان قبل المكان. فخور بكوبري تحيا مصر، ورجاء من كل المصريين يبعدوا عن التلوث البيئي وعن البنزين وأسعار البنزين، ونعلم الناس كلها يركبوا دراجات. وفي الأجواء التي تعيشها البلاد ومع اقتراب بطولة أمم إفريقيا، كانت فرق الدراجات الهوائية والبخارية حريصة على البدء في التشجيع مبكرا من خلال هواياتهم وتشجيع السياحة أيضا. عملات لتنشيط السياحة في مصر بجانب ان احنا بنعمل ايفنتات خيرية داخل مصر، بنوصل للعالم ان مصر بلد امان وخير وتقدر تروح بالموتوسيكل اي حته. احنا الفريق من انشاؤه كان 2016، احنا بنطلع ايفنتات تنشيط سياحة مستشفى 57، نعمل اعمال خيرية في كذا حاجة. من خلال محور رود الفرج الذي اصبح عالميا، تمنى المشاركون ان تتغير العادات تجاه ممارسة رياضة الدراجات لتكون اسلوب حياة. وصل رسالة ان ايه الناس يعني بنشجعهم على الرياضة وان يركبوا العجل وكده، وبرضو احنا ساعات بنعمل ايفنتات مع بعض بنشجع برضو، ودي حاجة كبيرة على الركوب والرياضة ومارسة الرياضة وكده. طبعا نشجع الامم الافريقية اللي هتعمل في مصر دي في الاستاد، ويا رب ما تبقاش اخر مرة. طبعا يعني الكوبري ده بصراحة يبقى ليه اصلا عليه تمارين حلوة جدا. الدراجات هي رياضتي المفضلة من وانا صغيرة، العجل بجد رياضة مهمة قوي لكل الناس اللي تقدر، يعني رياضة أنا بعشقها عن نفسي. كان المهرجان قد انطلق سابقا في عدد من المحافظات المصرية كبورسعيد وقنا والمنيا. رمضان المطعني، النيل. تعالوا نروح مع بعض لأخبار فنية. وعلى هامش مهرجان الأوبرا الصيفي استضاف المسرح المكشوف حفل غنائي للفنان تامر عاشور. الحفلة لاقت إقبال كبير من الجمهور خصوصا من الشباب، وده طبعا بيأتي في إطار حرص الأوبرا على إرضاء الأذواق المختلفة لجمهورها الكبير. خلونا نتعرف على المزيد في سياق هذا التقرير. بمشاركة المئات من الشباب والشابات، استضاف المسرح المكشوف في إطار المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، استضاف حفلا غنائيا للفنان تامر عاشور. بدأت ودار الأوبرا من الأماكن اللي دايما احنا بنحب نتجمع فيها في الصيف، اوبن اير او مش اوبن اير يعني، بس بتجمع لنا مجموعة من الفنانين احنا بنحبهم، منهم تامر عاشور طبعا من الناس المفضلين عند الشباب يعني، فحبيت اكون موجوده. بحب تامر عاشور، مش اول حفله احضرها له، والناس يعني اللي هو مبسوط ان هي تيجي تحضر حفله تامر عاشور. وخلال الحفل عبر تامر عاشور عن سعادته للمشاركة في أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية، مؤكدا الفخر بتقديم حفل في أهم صرح ثقافي في مصر والشرق الأوسط. معلنا عن الحفلات وفنانين حلوين وإحنا بنحبهم، فحجزنا والحجز كان سهل والدنيا كانت حلوة الحمد لله يعني. بحبه جدا، بحب صوته وبحب اغانيه، متعلق معانا قوي، احنا كشباب بنحبها. جايه عشان احضر الحفله دي، انا ما اقدرش افوت تامر عاشور بصراحه يعني، انا بحب تامر عاشور، حاسه الناس هنا كلها مبسوطه وانا مبسوطه يعني، الناس كلها هنا زي نفس الاحساس ونفس الشعور، بجد تحفه، انا بحب تامر عاشور جدا يعني، ما اقدرش افوت لاي حفله. ويتجلى دور وزارة الثقافة ودار الأوبرا في حرصها على استضافة الفنانين الشباب، في حرص على إرضاء كافة الأذواق خاصة الشباب. أمل صبري لبرنامج هذا الصباح.
أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء دكتور محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول رائد فضاء إلى المريخ، وده هيكون خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة أيضا ولإجراء تجارب هناك، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون فضائي مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية. لو ادوك مليون جنيه تطلع الفضاء؟ لا أخدهم وما أطلعش الفضاء. ما تطلع. لازم لا. تطلع لازم لا. تاخد المليون جنيه وتطلع الفضاء. ماشي أطلع. هتطلع. انا بقى خلاص انتحر. الاحبابي اوضحت ان او اوضح ان الامارات ستقوم ببناء واطلاق قمر صناعي عربي بتكلفه 100 مليون درهم، مشيرا الى ان هذا المشروع هيخدم الدول العربيه وهيوفر بيانات، كما سيكون منصه للتعلم والعمل الجماعي. وقال ان الامارات اطلقت في بدايه العام الجاري مبادره وتجمع الفضاء العربي، واشار الى اهميه التعاون العربي في هذا المجال لخدمه الاجيال القادمه. وأضاف الأحبابي أن الإمارات لديها مشروع مهم هو مسبار الأمل، وهو عبارة عن مركبة فضائية بتنطلق من الأرض إلى المريخ، وهو بالفعل بمثابة الأمل للشباب العربي، لافتا إلى أن حقوق المنطقة العربية في المجال الفضائي لابد أن تكون ممثلة بشكل جيد. فعلا خطوة محمودة من جانب دولة الإمارات، يكون لنا تواجد أو أول بداية عربية في المجال الفضائي، خصوصا إحنا اتأخرنا كتير، خصوصا إن إحنا عندنا من العقول الشابة الكثير اللي هي قادرة على أنها تحقق يعني إنجازات في هذا الإطار. زي شهاب طبعا يا جماعة، هو مستعد، يعني أنا نفسي إن هم يسمعوا أن أنت مستعد علشان يطلعوك في المهمة دي يا شهاب. نروح مع بعض لنيويورك، وفي دار كريستيز كشفت دار كريستيز النقاب عن محتويات المزاد اللي بيضم مجموعة القيثارات الشخصية لأسطورة موسيقى الروك عازف الجيتار المغني وكاتب الأغاني ديفيد جيلمر. المزاد بينطلق في يوم 20 يونيو بعد حوالي 5 أيام، بيضم 120 جيتارا، ويعني أغلبهم اشتهر بالعزف في أكبر الحفلات المختلفة. من 40,000 سنة لقى ذئب بمصرعه في منطقة بتعرف الآن باسم سايبيريا، لكن الجليد حافظ رأس هذا الذئب في حالة جيدة جدا، لدرجة أن الفراء والأسنان والمخ وأنسجة الوجه لم يصبها أي تلف تقريبا. ليه يعني؟ مش فاهمة برضو. أحد السكان عثر على الرأس الصيف اللي فات على ضفاف نهر بمنطقة ياكوتيا قرب الدائرة القطبية. تم تسليم الرأس إلى أكاديمية العلوم ياكوتيا، وأرسلوا عينات وبيانات للخارج بمساعدة علماء آخرين من اليابان والسويد لتحديد العمر التقريبي الذي تبين أنه حوالي 40,000 عام. وبيستعد العلماء حاليا لحفظ الرأس بالطرق العلمية للحيلولة دون تحللها.